والحمد لله وعندي وحفظت وصنعت ووالدي ووالدتي وكتبت وألفت. نعم. قال رحمه الله: زكاة العلم. نعم، تزكي العلم. العلم هذا يحتاج إلى زكاة يا أخواننا، لابد نعلم الناس، نتعلم، نعمل، ندعو، نصبر، تزكي العلم. نعم. قال رحمه الله: عزة العلماء لا تسعى. نعم. لا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. نعم. الآن إيش يصنع البعض؟ يتعلم حتى يذهب إلى ديوانية فلان ويقدم فيها وحتى يحصل له مال. بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك، أي الأصغر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. يطلب العلم للوظيفة، يصلي للراتب المكافأة. كيف نعرف أن يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. قال رحمه الله: صيانة العلم، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. يعني الآن بوب على هذا البخاري رحمه الله باب جواز كتب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن عندنا أناس لابد أن نكتم عنهم العلم. يأتي طالب يقول: أدرس واسطية. أقول: لا، ما أستطيع. تدرس أصول ثلاثة أو لا؟ قال: لا أستطيع، مع السلامة. إيه نعم. فبعض الناس الآن لابد أن تكتم عنهم العلم. إيه نعم. لكن ليس كل العلم، لأن الأصل في كتم العلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: المداراة للمداهنة. المداراة للمداهنة، كما قلنا، من السياسة ترك السياسة، ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. أما تسكت عن الباطل، إنسان يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس؟ لا والله، إما تسكت أو تنصرف، وإلا أنت وهذا سواء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فأنت تعرف أن فلان يسب يشتم ما تدخل المجلس من أصله، أما تدخل يسب يشتم يستهزئ، إما الإنكار والانصراف. نعم. قال رحمه الله: الغرام بالكتب. وقلنا: أي كتب؟ يعني مغرم بالكتب. أي كتب؟ والكتب يزين بها؟ لا. ماذا يصنع في الكتاب؟ أولا ينتقي الكتب المؤلفة من الأئمة، كتب شيخ الإسلام يجمعها كاملة، ينتقي النسخ، ما يضع الكتاب في المكتبة إلا ويقرأ أقل ما يكون المقدمة والفهرس، أقل شيء، دائما بين الكتب. نعم. قال رحمه الله: قوام مكتبتك. نعم. عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه. الاستدلال والتفقه، يعني أولا يستدل ثم يعتقد، لا، الاعتقاد أولا ثم الاستدلال ثانيا. نعم. قال: والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم. نعم، كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، كتب الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني، كتب الأئمة. نعم. قال رحمه الله: التعامل مع الكتب. قال لي أحد الطلاب: يا أخي سبحان الله، ما عندك إلا شيخ الإسلام وابن القيم وأحمد والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان، يعني ما في أحد هنا ولا هنا ناسي؟ قلت: والله يا أخي، يعني أنا لو أصير على هذا الطريق يكفيني. وهذا ليس بقدح في بقية الأئمة، ليس بقدح أصلا. ثم لو نأتي للشيخ بن عثيمين رحمه الله، مؤلفات دائما يقول: قال شيخ الإسلام،
قال ابن القيم، قال ابن سعدي. طب اسأل هذا السؤال للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنهم عرفوا أن هذا الطريق، عرف نطلب عن طريق من؟ ابن القيم. ابن القيم رحمه الله يوصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميع، وعلى هذا نسير. نعم. قال ولو ضبطنا كتب شيخ الإسلام الآن إيش أصبح؟ شيخ إسلام ثاني والله أخواننا، صح، لكن لا نضبط كتب الأئمة، لذلك ما خرج شيخ الإسلام بعد شيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله: إعجام الكتابة، إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: وضوح الخط، وضوح الخط يعني إذا كتب يكتب بخط واضح. نعم. رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، على قواعد رسم الإملاء. نعم، يعني عندنا يقول خرابيش. نعم. قال رحمه الله: المحاذير، محاذير، انتبه، عادة العلماء يذكر لك الداء والدواء، الداء والدواء. هو ذكر الداء الآن، الآن ذكر الدواء، والآن سيذكر الداء. نعم، المرض. نعم. قال: حلم اليقظة، أحلام اليقظة، يعني أحلم أن يكون شيخ الإسلام، له مؤلفات يقال عنه: الخطيب المسقع، أسد المنابر، الإمام العالم، العلامة، المحدث، كذا. ولهذا أول شيء يفكر فيه الطالب ماذا؟ يؤلف ويبحث عن أموال من هنا وهنا ويطبع. نعم. أول كتاب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أول كتاب للشيخ الألباني رحمه الله تخريج أحاديث الإحياء، هذا لم يخرج الشيخ ناصر رحمه الله إلا آخر حياته، لأنه لم يرتضي هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: احذر أن تكون أبا شبر. نعم، يعني أول خطوة في العلم. ويقول كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: يا أرض اشتدي ما عليك قدي. لا، الشبر الأول ويبدأ يتفلسف، الشبر الثاني لا، بعد أن تنتهي هذا الوقت تتكلم، أما في أول شبر لا تتكلم. نعم. قال: التصدر قبل التأهل. وقلنا الناس في هذا الباب طرفين وسط. نعم. التصدر قبل التأهل، ثم قال: التنمر بالعلم. نعم، بعض الناس يحفظ مسألة واحدة، مسألة واحدة، كل ما يأتي مجلس يتكلم فيها. تعرف كذا؟ قال: ما أعرف. قال: أنا أعلمك أمام الملأ. مفهوم؟ أي نعم. قال رحمه الله: تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. تقدم معنا يصنف قبل أن يتمكن في العلم، في العلوم، في علوم الآلة، يعرف طرق التصنيف كذا. نعم. قال: وأسهل شيء التصنيف في هذه الأيام، والله أخواننا أسهل ما يكون، تأتي إلى جوجل وتعطيه وقص ولصق مجلدات تخرج لك، والحمد لله رب العالمين، وخلاص انتهى الأمر. وكثير من العلماء في هذه الأيام يقول هذا، يقول التأليف في هذه الأيام قص لصق بس. اسمع، يقول: كل كتب شيخ الإسلام، كل كتب شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل، كل كتب شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل، يكتب من حفظه، يكتب من حفظه. كل أكثر مؤلفات شيخ الإسلام أين كانت؟ في السجن، ليس لديه مراجع. مفهوم؟ أي نعم. لو ننظر في مؤلفات شيخ الإسلام، سبب التأليف، التأليف لا، فتاوى ردود، صح، ألف من أجل التأليف لا، ألف لحاجة الناس، لهذا وضع الله له القبول. نعم. قال رحمه الله: موقفك من وهم من سبقك إذا ظفرت. نعم، يقول الآن تفرح. وجدت خطأ وهم لعالم تفضح أمام الملأ، لا، الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أراد شرح الواسطية، شرح كتاب التوحيد، طبعا لا شك هو يخالف شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المسائل، ماذا صنع؟ هل يخرج مؤلف الأخطاء الواردة في كتاب التوحيد؟ والله ما يمكن يصنع هذا، ممكن واحد منا يصنع، صحيح؟ ممكن.
كما جاء أحد يعني من ردوا على العلماء ألف الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد. عجيب عجيب هذا، يعني هذا السلاح له للبدع أصلا. وقل هذا منكم يرد عليكم ويرد على محمد بن عبد الوهاب، وهذا الكتاب لا يصلح. الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح الكتاب، في داخل الكتاب قال هذا الحديث لا يصح، وإن صح فكذا، هذا المسألة هذه المسألة ليست مسلمة للمؤلف. رد لطيف دون أن تشعر، رفع الإمام محمد عبد الوهاب وخالف في بعض المسائل دون أن تشعر. هذه الطريقة التي عليها للسنة والجماعة. لمن هذا؟ مع الأئمة، مع علماء أهل السنة، أما المخالفين لا تنظر لهم أصلا. نعم. رحمه الله، دفع الشبهات لا تجعل دفع الشبهات، يعني بعض الناس يقول كالسفنجة يمتص الشبهات، وهذا اللي نصنع اليوم في الجوالات. قال فلان الضال المضل من يسب الرب نستمع له، من يسب أمهات المؤمنين نستمع وننشر. نعم، الشبهة إذا دخلت قد لا تخرج. نعم. قال رحمه الله احذر اللحن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يرسل لك مقطع، اسمع إلى ما قال الضال المضل في شيخ الإسلام، تستمع؟ والله ما استمع. اسمع إلى ما قال فلان في جواز أكل الربا، والله ما استمع. اسمع إلى ما قال الضال المضل في جواز دفن الصالحين في المساجد، والله ما أسمع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. اليوم إلا من رحم الله نفعل عكس هذا. نعم. قال رحمه الله الإجهاض الفكري. نعم. بإخراج الفكرة قبل نضوجها. قبل نضوجها، انتظر، تأمل، تريث، اسأل، خذ الكتاب اعرضه على فلان على علان، فهمت؟ ارجع، انا فهمت هذا من هذا الدليل. نعم. قال احذر الجدل البيزنطي. هذا تقدم معنا، يريد فقط انه يقال ان الشيخ الامين الشنقيطي كان لا يجادل ابد، لا يجادل، لانه يخاف، يخاف من ماذا؟ من العجب الغرب، ما يجادل ابدا. سأله طالب في الجامعة الإسلامية قال يا شيخ ما هي شهادة الزور؟ قال شهادة الزور هذا الطالب في السنة الرابعة في الجامعة الإسلامية زمن الشيخ الأمين الشنقيطي، كان يكتب في شهادة المتخرج من الجامعة الإسلامية الشيخ زمن الشيخ بن باز رحمه الله، كان يكتب، ما يكتب الطالب في الشهادة، يكتب الشيخ. فهذا طالب في السنة الرابعة يسأل أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول يا شيخ ما هي شهادة زور؟ قال لا تعرف؟ قال لا أعرف. قال هي الشهادة التي تأخذها إذا تخرجت، ليس شهادة كل الطلاب في الجامعة الإسلامية، لا، شهادة هذا في السنة الرابعة ولا أعرف شهادة الزور. نعم. قال رحمه الله لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. نعم، فقط أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع أحيانا في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، في كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ينتقد على من يقول أحيانا، اسمع، يعني البعض يقول أنا سلفي، هو بهذا يريد التزكية، هو بهذا يريد الترفع على الناس. لا، كلمة أنا سلفي لا يراد بها الترفع على الناس، يراد بها الاتباع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نهاية العقيدة الواسطية ألف عقيدة، وهو شيخ إسلام، في نهاية العقيدة يقول أسأل الله أن يجعلنا منهم. طب أنت من من؟ تبرع من حولي ومن قوتي. وبعض الناس تقول يا أخي اتق الله، طريقة السلف، قال أنا أعرف السلف قبل أن تولد، أعرف السلف والسلفية، سبحان الله أخوان. وبعض الشباب يجيك يقول أنا سلفي. الشيخ العباد حفظه الله جاء إليه سؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن من أهل السنة من إيران والجماعة السلفيين، جئنا إلى المدينة ومكة وجدنا بدع في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، غضب الشيخ وقال أول قول السائل نحن من كذا وكذا، هذا تزكية، وكأنه يقول نحن من أهل السنة وأنتم من أهل البدع، والله صدق. وبعضهم يقول إذا أنا لست بسلفي أنا لا أعرف من السلفي أصلا، والله وصل به. قلنا لا يمكن لأحد أن يتبرأ من السلف والسلفية، لا يمكن، يستتاب هذا، لأن السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ونعم السلف أنا لك. أما يترفع عن الناس يتكبر يقول أنا السلفي وغير خلفي، ما يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله وأخيرا، لا نعم، قال نواقض هذه الحلية، نواقض هذه الحلية. نعم. قال إفشاء السر ونقل الكلام، إفشاء السر ونقل الكلام. اليوم يقول كنا عند الشيخ فلان وقال كذا، واليوم صنع كذا الشيخ، واليوم رأى كذا ورأى كذا ورأى كذا. نعم، نقل الكلام، وأصبح الأصل في طالب العلم نقل الكلام والغيبة والنميمة والفضيحة، هذا الأصل إلا من رحم الله. نعم. قال رحمه الله والسلف واللسانة. نعم، تكلم. فتنة عبد الرحمن بن الأشعث عندما يعني عبد الملك خاطب عبد الرحمن بن الأشعث وقال أعزل الحجاج وأنهي هذا الأمر، أراد الرجوع عبد الرحمن، أراد الرجوع، توقف عن الخروج. فقام الذين مع عبد الرحمن قالوا ما ترجع، وأجبروه على الخروج. وهذا يصنع بعض الناس اليوم، يقول الشيخ إما ترد أو أردنا، إما تبدع وتفسق أو أفسق أنا. نعم، يتطاول والله. نعم. قال رحمه الله وكثرة المزاح. كثرة المزاح، لأنه كل من عرف بشيء، كل من أكثر من شيء عرف به. نعم، يقال الضحاك فلان، اللعاب، الراقصة، صحيح؟ طالب علم. نعم. والدخول في حديث بين اثنين، الدخول بين في حديث بين اثنين. نعم. والحقد، الحقد والحسد ذكرنا، وسوء الظن، سوء الظن، ما يحسن الظن أبدا، إحسان الظن يا أخواننا. مثاله كنا نقرأ في الطحاوية الآن ويشرح الشيخ بن مانع والشيخ بن باز رحمه الله الجميع، أحسن الظن في الطحاوي مع أنها أمور يعني عظيمة، قال حسن الظن في الطحاوي أن هذا الكلام ليس من كلام الطحاوي، مكتوب في الطحاوي قالوا ليس من كلام مدسوس، لو قيل أنه مدسوس لكان له وجه، لأن عرفنا هذا المؤلف معروف بالاستقامة وأنه من أهل السنة والجماعة، حسن الظن. نعم. اليوم الأصل عند بعض طلاب العلم سوء الظن. نعم. قال ومجالسة المبتدعة، مجالسة المبتدعة تقدم، ونقل الخطى إلى المحارم، إلى المحرمات، يعني يمشي إلى أماكن الله وأماكن المنكرات. قال فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف، لعاب، مغتاب، نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل، سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا.